اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه. يعني واحنا قاعدين كده بنشاهد القناه الاولى بنسافر اي بلد احنا حبينا، الهند، البرازيل، المكسيك، ايطاليا، فرنسا، زي ما احنا عايزين، ونجيب اشهر الاكلات اللي موجوده فيها. النهارده مع بعض الاخواننا في الهند بيشتهروا ب ان هم بيستخدموا الزبادي والكاري والكركم في الاكلات بتاعتهم، دي الاساسي، زبادي، كاري، كركم، والبهارات العربيه ليه والحبهان. فالنهارده مع بعض نستخدم نفس المدرسه الهنديه في عمل الاكلات بتاعتنا، مثلا زي شيش كباب. شيش كباب النهارده بالزبادي مع الكاري، هنشوف نشويه ازاي. هل الزبادي هنا اليوغت لده هيقطع مننا في النار ولا مش هيقطع؟ ايه السر نخلي الزبادي كفر للحته اللحمه اللي بناكلها بدون ما يقطع مننا ويبرغل او تلاقيه تحس ان هو شكله باين في قلب اللحمه؟ معانا النهارده كوسه مع بعض هنعملها، النهارده كوسه مشويه بالطحينه مع الزبادي، برده حاجه لطيفه، هتاخد الكاري والكركم، ولكن الجديد ان هنضيف لها طحينه ونشوف ازاي الطحينه تخش على الزبادي. معانا الحلو النهارده لطيف وجميل كرات الزلابيه، هنعملها بجوز الهند، مش هنحمرها في زيت، لا، دي هتتعمل بطريقه معينه اللي هو السميد مع السكر مع جوز الهند، وفي الاخر هتاخد عسل نحل لطيف مع جوز الهند. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير. عدل الاكل ده شويه رز ملون، كلنا عارفين اخواننا في الهند بياكلوا الرز بالكاري، رز بالكركم، رز واخد لون اصفر، لون اخضر، حاجات بتبقى حلوه على السفره كده لطيفه وجميله. برضه هنشوفوا ايه التركايه ان انا الون بيها شويه الرز البسمتي اللي موجود على السفره بحيث ان السفره تتكلم هندي ولكن بخفه دم مصريه. هنطلع فاصل صغير ونرجع من الهند اشهر الاكلات. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، ولكن نتكلم عن المطبخ الهندي شويه. المطبخ الهندي زي المطابخ العالميه كلها، ولكن بيشتهر دايما بريحه الكاري والكركم. الكاري ده تركيبه من التوابل اللي هو الكركم الاساس، بيخش عليها الحبهان والقرنفل والقرفه، فلفل اسود، كمون، كزبره، حسب العطار بقى وحسب شطاره العطار اللي بيعمل خلطه الكاري. الكاري لا هو شجره ولا هو عشبه، ده هي تركيب التوابل الاساسي فيها الكركم، عشان نبقوا عارفين بس. هنشوف مع بعض مقادير الكباب او شيش كباب على الطريقه الهنديه. مقاديرها على الشاشه. لحمه هبره حمراء زي الفل زي ما هي على الشاشه كده، معانا زبادي، معانا كاري، او نقدر ان احنا نعمل الكاري على الهواء، كركم والتوابل بتاعته اللي هو الشمر الناعم مع الزعتر مع الكزبره مع الكمون مع الفلفل، وبصل وتوم وعصير ليمون في المقادير بتاعتي وزبادي. ولكن مهم جدا نعمل شويه الكاري مع بعض كده علشان نعرف خط سير العمل شغال ازاي، ده مهم جدا على فكره. اهو انا هتعمد ان انا نعمل الكاري مع بعض. حلو قوي. هنعمل ايه؟ ناخد كده الكركم بتاعنا، نحط عليه شويه كمون، بابريكا بالشكل ده كده، وناخد البهارات بتاعتنا مشكله وشويه الملح. تمام. اهم حاجه الكركم. الكركم ده مفيد جدا وخاصه للكبد، بيلعب دور مهم جدا تنشيط الكبد، حمايه الغشاء الخارجي للكبد او جسم الكبد من الخارج، يعني بيخلص الكبد من السموم، بينشطه، بينقيه، كل ده. دي التوابل بتاعتي بالشكل ده كده، هنحط عليها زبادي، حلو، معانا من الزعفران شويه، لون الزعفران احنا عارفينه اهو في قلب الخلطه دي كده، ومعانا كاري هنا كمان اهوت بناخد منه شويه زي الفل، دول كفايه، وش معلقه سكر صغيره على يوغت لكده، والثوم الطازه بتاعنا، ونقلب دول كده. دي الخلطه بتاعه الكباب اللي احنا هنعمله دلوقتي. طبعا هي على الشاشه دلوقتي بتفاصيلها، شايفين الخلطه دي كده. وجود التوابل المطحونه بتلعب دور مهم جدا ان تخلي لك الزبادي ده ما يفرطش او يبرغل في الخلطه بتاعتي اللي بشوي بيها. اهو الخلطه هي زي الفل، دي خلطه الكباب اللي انا هشويه دلوقتي، فيها زبادي، ناقصها دلوقتي عصير الليمون هنحطه، وزيت الزيتون،
نقلبها بالشكل ده كده. حلو قوي. زيت زيتون يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. يعني المطبخ الهندي بيبقى دايما السمنه مش موجوده بكثره، زبده او زيت عادي او زيت زيتون للامانه يعني. حلو، بنحط معانا شويه عصير ليمون زي الفل. دي الخلطه اللي انا هشوي بيها الكبابه. ممكن نعمله فراخ؟ اه، لو عندك صدور فراخ تشويها بنفس الطريقه. اه، عندك ريش تشويها بنفس الطريقه. وبمناسبه الريش وبمناسبه المشويات، ان شاء الله في العيد الكبير كل عام وحضراتكم بخير، لنا مفاجات على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهو كده التتبيله جاهزه، هناخدها زي ما هي كده، ونمسك اللحم بتاعنا ده اللي عندنا هنا ده كده نقطعه. اللهم صل على النبي. اللحم هنا هبره بنشتريها من الجزار. نوسع كده الشيء، الحاجه دي كده، الالوان دي هنعمل بها رز بعد شويه. خلي الخلطه هنا، وناخد اللحم الحبره ده كده. انا شايف اللحمه حجمها كبير شويه، ايه المشكله لما نقطعها شويه يعني عشان ما تاخدش وقت كبير في السوى. بالشكل ده كده ما شاء الله، حته لحمه حلوه ما فيهاش دهون كتير، يعني نسبه تقريبا 5%. ويفضل طبعا لما نيجي نعمل الشيش كباب لازم يكون حته لحمه هبره حلوه بالشكل ده كده زي الفل. هنجيب السكينه بتاعتنا ونقطعها كده. حلو بالشكل ده كده. وانت بتطلع حته اللحمه حط في الاعتبار اللي هتشويها على طاسه او على جريلا او في الفرن، لما تكون حجم واحد كلها هتلاقي حته اللحمه كلها مستويه، ما تبقاش حته كبيره وحته صغيره. تلاقي مثلا الشيش فيه ثلاث اربع قطع، واحده مستويه وواحده لسه ما استوتش، ليه؟ انت مش مقطع اللحمه قد بعضه. فدي مهمه جدا على فكره. اه، زي ما احنا بنقطع مع بعض كده. اه، وصدور فراخ نفس الطريقه. لو هتعملها بصدور فراخ هتعملها سمك فيليه قشر بياض نفس الطريقه، اللي مش عايز لا فراخ ولا لحمه عايز يعملها سمك نفس الطريقه ونفس الخلطه اللي انا عاملها دلوقتي مع السمك الفيليه تبقى زي الفل. مع الجمبري؟ لا يا غالي، اسالونا في الكنترول ينفع مع الجمبري على طول. بتخش انت على الحاجات الايه الغاليه. تقطيع دي كده اهوت، شويه لحمه زي الفل. معانا سياخ خشب حطيناها في الميه علشان ما تاخدش وتسود مني وانا بشويها على الجريلا، دي مطلوب اهو. هناخد الخلطه اللي موجوده عندنا يا عم الشيف اللي احنا عملناها من شويه، ننزل بقى هنا كده. اللهم صل على النبي. حلو قوي، نحذف شويه دول مهم قوي. الله 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 الله، اهو هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. ممكن بقى تعملي ايه؟ تبقى احسن مني بقى، معكيش مخرج ومعكيش وقت ومعكيش طايم، تحطها في التلاجة ساعتين زمن، ياه تبقى احلى مني مليون مرة، تتفوق عليا. حطها في التلاجة دي تسلم كده، وتحطها في التلاجة، اعملها قبل ما تروح الشغل، تبليها، اعملها كده على ما تعملي الرز، تعملي الحاجات عندك في البيت وتشويها الليل. مش تاخد على النار بالظبط كده، من 20 ل 15 دقيقة هتكون استوت اللحم بالشكل ده كده. اهو الكباب معمول جاهز اهوت، هنحطه هنا على جنب شويه برضو لغايه لما نشوف الكوسه اخبار ايه معانا، اخبار الكباب ايه مع بعض كده. اللهم صل على النبي. ادي الشيش بتاعنا، حاطينه طبعا في ميه. ليه حاطه في ميه يا مغازي؟ علشان الشيش ده لما نشويه على الجريلا ما ينشفش مننا، ده الطبيعي. التركايه دي والمعلومه دي مهمه جدا. في قلب الطبق كده تحط شويه ميه، وفي البوله الازاز. اللهم صل على النبي. هناخد اللحم ده بتاعنا اهو، وناخد السياخ الحلوه دي كده ونشيش. ممكن تحط بصل، تحط فلفل، بس بصراحه الهنود مش بيحطوا الحاجه دي. هم اخواننا في الشام بيحطوا بصل وفلفل والجو ده، هم بيحطوها لحمه كده زي ما هي بالظبط كده. ادي واحد، نشتغل مع بعض بقى. يعني السيخ فيه ثلاثة أربعة، جريلا سخنة شديدة الحرارة زي اللي معايا دي على النار دلوقتي.
اعمل لي مثلا 5-6 سياخ على قد الجريلا واحطهم كلهم مره واحده، دي كفايه. بعدين خلي بالك لما تكون التقطيعه واحده بحجم واحد كله يستوي في وقت واحد. الزبادي هنا التوابل المطحونه على الزبادي هتخلي الزبادي ده ما يقطعش منك. اوعى تحط دقيق، هتلاقي شيش كباب ده او نشا، النشا والدقيق ده يتحط على الكباب في حاله لما نحطه على النار نعمل مثلا لبن امه، نعمل شكريه، نعمل شيش برك، الاكلات اللي احنا عارفينها دي كده، فته بياخد معلقتين نشا وبياض بيضه. الحاجات دي مطلوبه لازم نعرفها. عكس ما ندخل الزبادي في التتبيله. شايف الجو ده كده حلو. بص حد على ايدك يا اختي، ايه هي؟ كالاتي: لومي اللي هو الليمون الجاف، دي المسميات بتاعته، قرنفل اللي هو المسمار، حبهان اللي هو الهيل، الحب اللي هو الحب الاسود اللي هو الفلفل الاسود، خدت بالك؟ ايه تاني؟ ورق لورو. هي دي البهارات يا ست الكل، ولكن الاساس فيها مكتوبين على السوشيال ميديا البهارات الخمسه لعمل الكبسه، اساسي اللومي عنوان الكبسه، والحبهان اللي هو الهيل، والقرنفل، وما تنسيش القرفه اللي هي الدارسين، كانت معانا امبارح، كنا مستخدمينها امبارح في العكاوي، كنا عاملين طاجن عكاوي امبارح كسر الدنيا على السوشيال ميديا. مصر كلها بتتكلم عليه، والدول العربيه والدول الغربيه، لان احنا متشافين في كل انحاء العالم، القناه الفضائيه بتاعتنا متشافه في كل انحاء الدول الغربيه. والقناه الاولى بجد والله طاجن عكاوي امبارح كان انا شخصيا عجبني وكنت نفسي اكله طبعا، وهنعمله باذن الله. شايفين الشيش؟ اه زي الفل. هعمل ايه بعد كده؟ هاخده زي ما هو كده، وعندي شويه زيت على الجريلا. يعني ونحط الزيت هنا يسخن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا، انا عارف معايا مخرج شاطر جدا بيحب الشو ده. اللهم صل على النبي. العب. هو ده هو ده هو ده. كفايه دول. ممكن نحط دي كده، ممكن نحط دي كده، ممكن نحط دي كده، ونشيل دول من هنا كده نوسع لنفسنا. شيش كباب يا نعم كله يا باشا. العب العب. بفاجئك انا على الهوا، بفاجئك انا، بفاجئك. اللهم صل على النبي. نروق الدنيا كده. اخبار الكوسه ايه؟ نغرفها نخلص منها عشان عندنا حلو. يا نعم. حلو قوي السؤال ده. كبد اللي هي المزاليكا، يعني كبد وقوانص وقلوب نعملها ازاي مزاليكا؟ بتاخديها بتحمريها، تتبليها الاول مع توم، فلفل حار، كمون، معلقه خل. المزاليكا تتغسل بميه ساقعه قبل ما تستخدميها، كل ده وتحطهم في طاسه سخنه تطلع معاك زي الفل المزاليكا. انا عامل دلوقتي بس قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا مش الشيش كباب، شيش كباب على النار لطيف وشكله زي الفل. طبعا حبيت اللي انا عايز اقدمه في نفس الجريلا اللي انا بشوي بيها. طبيعي بنقدم معاه شويه فلفل حار، انتوا عارفين المطبخ الهندي مشهور بان هو بيكون دايما سبايسي. حتى لو مش سبايسي بتلاقي الكاري اصلا فيه سبايسي، عشان نبقوا عارفين، لان الكاري داخل في التركيبه بتاعته جنزبيل باودر، فالجنزبيل بطبيعته شويه سبايسي، فحتى هم لو ما حطوش شطه او ما حطيناش شطه في الشكل هتلاقي الجنزبيل والثوم او الثوم الباودر في مسحوق الكاري بيدي طعم لسبايسي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الخضار بتاعي ده كده مع الكباب هدخله الفرن عشان يكمل سواه، ده الطبيعي عشان نوسع لنفسينا النار. اللهم صل على النبي. يلا بص عليها كده، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه في قلب الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه هو امبارح كان ابداع والله العظيم، الكرين دخل جوه الفرن خطف. ايه الجمال ده؟ مدرسه مدرسه. هو ده، الله ينور. تمام. اخبار الشيش كباب ايه؟ اللهم صل على النبي. انا هعمل حاجه لطيفه دلوقتي على فكره، هاخد سخين من الشيش ده كده احطهم على وش اللحم الرز ده واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. العب.
ده انا هعمل تركية هنا بقى، تركية اسمها الشقاوة، اسمها الشقاوة. بص عليها، صلى على الحبيب، صلى على الحبيب قلبك يطيب. يلا يلا معايا، العب يا سمك. هو ده، شفت شوية الرز دول؟ هنسيب كل حاجة وناكلهم. ألف أنا وشيف، حط دي جنبها كده زي الفل. أنا عايز أغرف دولت برضو. المخرج بيقول أنا عايز دول. حاضر يا غالي، عينيا. طبق أهو، بس هنا بقى نعمل حاجة لطيفة أوي. معانا شوية خضرة زي هنعمل يا فندم كل حاجة دلوقتي بإذن الله، كله بأمر الله. دايما لما تزيني الخضار بتاعك او الكبابه او الكفته بخضار، سواء جرجير سواء خضره، تحط في الاعتبار الخضره دي نظيفه ومغسوله. ليه يا عم الشيف؟ علشان في اطفال بياكلوا منها، احنا بناكل منها. حطيتي جرجير، حطيتي خس، حطيتي طماطم، ايا كان الخضار موجود، لان بتشوف الكبابجيه يغير الطبق هي من الزبون للزبون. لا ده غلط، خلي بالك. يعني ايه يا شيف؟ يعني البقدونس اللي بتحط في ارضيه الكباب عبد الحاتي لازم يكون مغسول كويس. طب ده ناخده زي ما هو كده يا عم الشيف، نحطه فين؟ نوسع الدنيا دي كده، نشيل دي من هنا. الله، لسه لسه لسه، هو ده حلو قوي. تمام، على فين؟ على عايز مكانه فين ده يا شفيق؟ قول لي قول لي. على الكنترول؟ لسه بدري لسه بدري. الف انا وشيف، مطبخنا على شاشه القناه الاولى. عملنا الكباب النهارده بالطعم الهندي ولكن بخفه دم مصريه. عملنا كوسه جامده جدا بالطحينه مع الزبادي. عملنا شويه رز ملون جميل جدا، هيخلي الاطفال يشد انتباههم على السفره ويقدروا يشاركوا المطبخ الهندي بطعمه، واللي احنا عارفينه كلنا بطعم الهند او سبايس شويه. الحلو اللي انا شغال فيه ده كده لطيف وجميل، الاطفال هيحبوه بالطريقه اللي انا شغال بها ديت. وكده يبقى احنا دخلنا المطبخ الهندي، جبنا اشهر الاكلات، رؤيه فن ابداع كل يوم على شاشه القناه الاولى حتى من المطابخ العالميه.